السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي على قناة حلويات وطبخ أم نورة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم رايبي جميلة، رايبي بالرمان. هذا هو وقتو دابا، إن شاء الله نوريكم الطريقة ديال التقشير ديالو والطريقة باش نصاوب الرمان. عندي لترو ديال الحليب، نص سيترو كنحتفظ به بارد، نص سيترو كنغليه، كاس ديال سنيدة ديال العنبة، النص كنديرو الحليب المغلي والنص كنديرو مع الرمان. عندي الرمان 350 غرام ديال الرمان مقشر، جوج حكاك ديال دانون ولارون ديال الرمان. دابا غنبدا معكم الطريقة ديال التقشير ديال الرمان، طريقة سهلة وبسيطة. كنحيد القبة الفوقانية، نتمنى التصوير يكون واضح. كنجيو كل ما بين الفرقة والفرقة وكنشرطو بيناتهم، كل ما بين هادي وكنشرطو بيناتها. كنحلهم بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنقلبها على يدي، كنقلب السكين، الأحسن شي حاجة اللي تكون قاصحة باش تساعد. كنبقى كنسوسو بهذه الطريقة، هذه طريقة سهلة وبسيطة وما كتمحنش. انا من قبل ما نعرف هاد الطريقة هادي كانت عندي مشكل في تقشير الرمان، هو كيعجبني ولكن كيعجبني في القشر. لا أنا صوب التبنى بعد ما كنفرسك هكا، كنحيد هادو اللي هبطوا مع الرمان، كنحيدهم باش ما يمروش رايبي. نقيه كامل يتنقى الرمان. دابا نشوف حدا خمسة ولا شي حاجة، وعاد لو كان الرمان الأحمر كيجي أحسن. هدا مصدق ليش حمر، ما عندي ما ندير. نعاود معاكم وحدة أخرى، كنحيد لها هاد القبعة الفوقانية بهذا الشكل، هاد الطريقة هي كنبين هاديك الشراط باش كتجي سهلة. بعد كل شرطة كنقسمها هاكا باش فاش كيتساس كيتساس سهل. نتمنى التصوير يكون واضح.
وهذا الوسط كنحيدو، كنطلب الرمانة على يدي، كنبقى تنسوس. ديال لصقت لي شويه حمراء. بالنسبه للاروم كنديروه على حسب اللون، هذاك اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي بغى يستغنى عليه ماشي مشكل، ما عنده حتى شي اهميه. اللي ما عندوش لاروم يدير الملون. السكر اللي بقى لي نص كاس صفته مع الرمان. بالنسبه للقياس ديال العنبه كيعطي 3 د الكيسان ونص ديال الرمان، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان، وعبار 350. دابا نديرو فوق البوط، الرمان هو فوق البوط، كنضيفو على عافية متوسطة. كنخليه تقريبا واحد 10 دقايق أو 15 دقيقة. كنزيدو دقة ديال لارو باش كيعطي اللون. كنبزعو باش كيخرجو داك الما ديالو. هو تقريبا دابا هو وجد معايا، داس واحد 12 دقيقة بالنسبة. صافي بارك الكافي. دابا غادي نطفل ونديرو في الميكسور ونطفل. بعد انا بعد ما تطحن انا نصفيه، ناخذ الماء ديالو. طيب الحال كنصفيه في شي سبايس كور رقيق. Thank you.
فيتي داك الشيء سخون هذيك نونا ماما هذيك نونا نورا والله بعد ما نصفي هذا الشيء كامل ورجع معكم دابا عندي كل شيء واجد الماء ديال الرمان حليب بارد حليب دافي شويه ديال الحليب جوج ديال ياغورت ياغورت يكون يا د الباني يا مسوس باني كدو نخلط الحليب السخون مع البارد الحراره ديال المتوسطه هي اللي باغا نضيف عليه الماء ديال الرمان واخر حاجه هي الياغورت كسرونه عندي صغيره قلبها في شي حاجه اخرى كسرولة كانت عندي صغيرة كنحطها في الصلادية من بعد كنخلط مزيان كنخليه في شي بلاصة اللي تكون دافية دابا البرد كنخليه تم سوايع فوق الصيف كتخليه على حسب الحرارة ان شاء الله من بعد ما دوز تم سوايع غادي نرجع معكم وباش يعقد دابا كما كتشوفوا كما كتشوفوا هو سائل باش يعقد دار هو لا يعقد من بعد ما دوز تم سوايع كما كتشوفوا غلفتو بلاستيك غذائي وهذا هو الشكل النهائي ديال الريبي نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه هذا هو وقت الرمان ما تستغناوش عليه واستغلوا الوقت ديالو وان شاء الله نقدم معكم المربى ديال الرمان هو ان شاء الله نتمنى تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس وتشاركوه مع الأصدقاء والأحباب ديالكم وكنشكركم بزاف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه نونا ماما هذه نونا ما تنساش